ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. يا نفرات العالم تفرقوا، يا نفرات العالم تفرقوا، فإن لم شملكم بعيد المنال والانتظار صعب. فبعد وصولك عزيزي النفر إلى أرض الميعاد أوروبا عليك الانتظار لمدة عام أو أكثر لكي تأخذ الإقامة. وبالطبع يتخلل هذا العام كل أصناف التوتر والقلق، وفي النهاية ستنال الإقامة وستكتب جملتك الشهيرة على الفيسبوك: باركولي وأخيرا أخذت الإقامة. أو ستبقى معلقا ومهددا بالطرد إلى تركيا على الأرجح في حال عدم نيلك الإقامة. يعني كل المصاري اللي دفعتهم للمهرب راحوا بوش. لكن خلينا بفرضية أنك أخذت الإقامة بعد سنة وبلشت بمعاملة لم الشمل. لم شملك يعني مع أطفيلك وعيلتك اللي راح يكونوا إما تحت سقف الوطن عايشين بسبب الحظ أو بدول الجوار. وإذا تيسرت أمورك وأمور العيلة وما طلع شي ولد من أولادك إرهابي وما طلعت مرتك مطلوبة للإنتربول الدولي، فرح يكونوا عندك بعد السنة يعني سنتين وأحيانا أكثر لحتى ينلم شملك مع عيلتك الكريمة. وبسنتين مو بس بني آدم بتغير، بتتغير أوطان، بتمحى بلدان، وبيجوز أولادك ما يوصلوا كاملين، بيجوز مرتك أول ما توصل تقلك طلقني، وبيجوز أنت ترمي على مرتك الطلاق وأنت وعم تستقبلها بالمطار. اقتصروا يا نفراتنا وتفرقوا، انتشروا. هيك وهيك رح تتفرقوا، هيك وهيك أولادك رح يحلوا عنك بس يصيروا فوق ال 18. بقى تفرقوا، خاصة أنه الاجتماع مع أي نفر ما بيجيب غير النكد. يعني شو بدك تحكي معه؟ بده يجيب لك سيرة معاملته المعصلجي وبيته اللي تدمر وأهله اللي ماتوا نصهم، وأنت رح ترد له بنفس الحديث تقريبا. رح تزعل عليه ورح يزعل عليك ورح تقضوه زعل بزعل. بقى بلالك القعدة من أولها، خاصة أنه هيك نوع من القعدات بتأخرك عن تعلم اللغة. يعني لما بتشوف حدا تحكي معه بلغتك رح تتكاسر بطلب العلم ورح تقول لحالك ليش تتعلم لغة؟ ماني مجبور، عندي معارف ورفقات بيحكوا بلغتي، بقى شو بدي بدروس اللغة؟ بقى شو بدي بدروس اللغة؟ لذلك بلالك هالجماعات مع النفرات. هلأ حتى القعدة مع النفرات اللي من غير بلاد ما لك مصلحة فيها إلا من باب الاطلاع على مآسي الآخرين، بس بعدين رح تمل. يعني صار النكد أكبر من الهم على القلب. لك الهم صار أكبر من الهم على القلب، حياتك صارت هموم وأنت صرت هم، وأولادك صاروا هم، ورفقاتك صاروا هم، ومرتك صارت هم، وجوزك صار هم، وأمك صارت هم، وأبوك صار هم، وأخوك صار هم، وأختك صارت هم، وبلدك صارت هم الهموم. وفوق اللي منا رح تلتقي مع نفر اليوم، يعني رح تلتقي مع باقة من الهموم. ما في نفر بدون هموم. هاي شغلة انه نفر فرايحي بدون هموم، اغسل ايدك منها. بقى اقتصر يا نفر وغض البصر وكل بصل وانسى اللي حصل. ويا نفرات العالم تفرقوا قد ما فيكن، تفرقوا انتشروا. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.